انا نسمع ما بروفيشنال ميك اب ارتست. احنا عندنا كارثه في مصر بجد ازاي التلفزيون الحكومه، يعني انت المفروض ان ده وجهه للبلد، يعني المفروض ان انت تكون مهتم اكتر بالمذيعات بالميك اب بتاعهم وبشعرهم، لان انت كل ده بيأثر في الاخر على السياحه. يعني شوف لبنان مثلا، تلفزيون لبنان، شوف دبي، شوف الحاجات دي وانت هتفهم انا بتكلم في ايه. لكن لما تطلع لي مذيعه على التلفزيون الدوله بالمنظر ده تبقى في مشكله، مش هي دي خالص الطريقه اللي انت توري بيها بلدك في الاعلام. نيجي بقى للاعلام الخاص اللي هو المفروض ان هو رجال اعمال او تفر، يعني بيدفعوا فلوس محترمه وعندهم تيم محترم. هلا سرحان، يعني هلا سرحان بتطلع باي شادوز زرقاء وخضراء انت طالعه اعلام، المفروض ان انت تكوني ناتشرال، يعني باكبر قدر ممكن توصلي بيه تكوني ناتشرال، تكوني الميك اب يكون هادي وخفيف. اه مطلوب ان انت تحطي ميك اب، مطلوب ان الميك اب يكون مظبوط وصح لان انت بتتكلمي ناس، لكن مش مطلوب خالص ان انت تحطي اخضر وازرق في عينك. يعني بعدين الشعب المصري كله وقف مش قادر يفهم انت بتعملي شعرك كده ازاي. انا عايزه اعرف بصراحه. لميس الحديدي، لميس الحديدي بقى انا عذراها، لان لميسه حديدي عامله زي كده، هي مش فوتوجينيك خالص، يعني بتطلع الكاميرا بتكرهها زي انا بالظبط كده. هي في التلفزيون يعني شكلها معقول الموضوع تمام، مع ان انا ضد ان مذيعه تحط اسود في عينيها. اولا لو انت سنك كبير الاي شادو الاسود بيعجز اكتر، بيعجز العين اكتر. لكن انا عذره الموضوع ده لان انت لابسه نظاره، فميك اب النظاره لازم يكون في ميك اب تقيل وراه. ندخل بقى على ريهام سعيد. ريهام سعيد وشها حلو، يعني عندها مساحات في وشها الواحد يشتغل عليها وهو مرتاح، ما عندهاش ديفوهات فظيعه في وشها ان هي محتاجه شغل كتير. بس انا هي بتطلع بيه في التلفزيون، يعني انا لسه بقول ان الميك اب المفروض يكون هادي وخفيف، لكن مش للدرجات دي. يعني انت بما ان انت مساحات وش كبيره، فانت يوهاب ان انت تحطي تزودي شويه ميك اب علشان الموضوع ما تبقيش طالعه من شكلك عيانه، بالذات مع الوان شعرك اللي انت بتعمليها. يعني انت بتعملي احمر، بتعملي بني وبلوند، الحاجات دي ما عنديش مشكله. بس لو هتعملي انت دلوقتي ماشيه في لوك شعرك بلوند، شعر البلوند ده مع لون بشرتك محتاج شويه ميك اب اكتر عشان ما تبقيش شكلك عيانه، بس مش اكتر. ريم ماجد عندنا بقى هي من الناس الجد جايبه اسوأ لوكس في الاعلام كله. انا معرفش ليه هي بتعمل في نفسها كده. انت وشك مش وحش، انت يعني كويسه حلوه. انا شايفه ان انت المفروض ان الميك اب شويه يزيد شويه. بقول الميك اب خفيف يا جماعه، في فرق، يعني في فرق بين ان انا اكون طالعه بس حاطه فاونديشن وماسكه، وبين ان انا حاطه ميك اب بس ميك اب خفيف وهادي ولذيذ، وبين ان انا حاطه اسود بقى واخضر وازرق واصفر والحاجات اللي بتتحط دي. ارجوكم اهتموا شويه كاعلاميين، انتوا ستارز دلوقتي عندنا، اهتموا شويه بشكلكم لان الموضوع ده كله بينعكس على البلد كلها مش علينا احنا بس. بعدين احنا بنشوفكم كتير، يعني بنشوفكم كل يوم وكده، فمحتاجين نشوف حاجات حلوه. بقى للاعلاميين، ما تقبليش ابدا ان انت تطلعي بلوك وحش. يعني ما فيش حاجه جبركي خالص ان انت تطلعي قدام التلفزيون وانت شايفه شكلك وحش في المرايه. اهتمي شويه، يعني اشترطي على البرنامج اللي انت معاه ان يكون في ميك اب ارتست شويه بروفيشنال، يعني يقدر يوصلك لوك كويس وانت طالعه بيه قدام الناس. عشان تطلعي قدام الناس بصوره صح، الميك اب يكون هادي، يكون خفيف، لان احنا مش في فرح، احنا في برنامج، وخصوصا لو برنامج سياسي كمان مش برنامج يعني منوعات بقى والحاجات دي، لا احنا بتكلم انا جايباهم كلهم على برامج سياسيه ونشرات اخبار والحاجات دي. لازم يكون شكلك مور ناتشرال، اهدى، في ميك اب بس مش اوفر، يعني هي دي الشعرايه المفروض توصل لها مع الميك اب ارتست بتاعك، ومش هي دي خالص الطريقه اللي تطلعي بيها في التلفزيون. هسيبكم دلوقتي بقى كده مع كولكشن لمذيعات عاملين الميك اب صح. We'll be right back.